قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. صدق الله العلي العظيم. نموذجان وجدا تقريبا في طوال تاريخ البشرية: نموذج الإنسان الإطفائي المصلح الذي يسعى من أجل رفع الخلل الموجود في العلاقات الاجتماعية، والنموذج الآخر هو نموذج ذلك الإنسان الذي يسعى على خلاف سعي النموذج الأول، ذلك الإنسان المجرم الذي يسعى من أجل أن يشعل نيران الخلاف والفتنة بين الأحبة، أو أن يزيد في اشتعالها إن وجدت. النصوص الإسلامية اعتبرت أن النموذج الأول من أرقى النماذج البشرية، ورفعت ذلك الإنسان الإطفائي الذي يسعى من أجل الإصلاح إلى مرتبة المجاهدين في ساحات المعارك. ففي الحديث: إن أجر المصلح بين الناس كأجر المجاهد بين أهل الحرب. بينما اعتبرت النصوص الإسلامية النموذج الثاني، نموذج الإنسان النمام، من أسوأ النماذج الإنسانية. في الحديث النبوي: إن أحبكم إلى الله الذين يؤلفون. هذا الإنسان اللي أخلاقه وسيرته وطبيعته تجعل الناس يقبلون عليه، يألفونه، يحبون معاشرته والجلوس معه. إن أحبكم إلى الله الذين يؤلفون ويألفون، أيضا في نفس الوقت الذي هو إنسان محبوب يسعى من أجل أيضا إيجاد الألفة بين الناس، هو إنسان يصلح بين الآخرين ويقرب بين الآخرين. وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، صيغة مبالغة، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان. في حديث آخر: أن النبي الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، والمفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء المعايب. يدور له السقطات والهفوات، يسجلها ويخزنها ثم يبدأ بنشرها. هذه نفسية معقدة، النميمة تكشف عن إنسان في خلل في شخصيته، إنسان يعيش عقد معينة بحيث يفرغ أو يحاول أن ينفس ويفرغ عن هذه العقد وهذه الحالة التي يعيشها، من حالة غير مستقرة، نار متقدة في نفسه، يحاول أن يهدئ من هذا الصراع الذي يعيشه في داخله من خلال عملية التنفيس هذه، لأنه لا يشعر بالراحة عندما يجد الآخرين يعيشون النعمة أو يعيشون العلاقات الإيجابية وهو لا يعيشها، أو لا يريد للآخرين أن يعيشونها، وبالتالي يحاول أن يفسد في هذه العلاقات. فهو إنسان معقد، إنسان مريض مرضاً نفسياً، ويحتاج إلى معالجة من هذه الناحية، ولعله يريد أحياناً أن يعاني الآخرون كما هو يعاني في العلاقات الاجتماعية أو من ناحية عدم الراحة النفسية. النمام قد ينجح أحياناً في سعيه، وقد يشعر أحياناً بشيء من الراحة النفسية الكاذبة عندما ينجح في مساعيه في الإفساد في العلاقات والتفريق بين الأحبة. قد يشعر بشيء من الراحة النفسية، ولكنها راحة نفسية مؤقتة، ولكن هو لا يدرك بأنه في نفس الوقت وبمرور الزمن يحكم على نفسه بالإقصاء الاجتماعي،
يعني مثل هذا الإنسان ستنكشف أوراقه إن عاجلاً أو آجلاً، ستتضح سيرته ومسلكه الخبيث، سيكون معروفاً بين الناس، وبالتالي يتحول إلى شخصية منبوذة، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من سعى بالنميمة حاربه القريب ومقته البعيد. هذا اللي عرفه سيبدأ بمحاربته وإقصائه، وذاك البعيد أيضاً اللي ما يعرفه أو سامع عنه بسرعة يقوم يتجنبه خوفاً من أن يكون سبباً لتعاسته. وهناك نص آخر وهو منطبق على الواقع، يعني تحليلاً، أن هذا الإنسان عندما يسقط اجتماعياً سقوط هذا الاجتماعي له أكثر من بعد، من هذه الأبعاد ما في هذا الحديث: لا تجتمع أمانة ونميمة. يعني هذا الإنسان اللي يكون غير مؤتمن على مستوى الكلام، غير مؤتمن على مستوى المعلومة، كيف يكون مؤتمناً عند الناس على مستوى المال؟ كما أنه سينبذ، كما أنه سيكون منبوذاً على مستوى العلاقات، كذلك سيكون منبوذاً على مستوى الأمانة، فلربما هذا يؤدي حتى إلى سقوطه الاقتصادي. وبالتالي الإنسان النمام إنما يدمر نفسه كما هو يسعى لتدمير العلاقات الاجتماعية بين الآخرين. ولعلنا إلى هذا المعنى نفهم كلام الإمام الصادق عليه السلام المروي عنه حين قال: الساعي قاتل ثلاثة. هو يحكم بالقتل والإعدام على ثلاثة أشخاص. الساعي، والساعي هنا مصطلح أحد معانيه هو النمام. الساعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسه، وقاتل من يسعى به، الطرف الأول اللي ياب منا الخبر، وقاتل من يسعى إليه، الطرف الثاني الذي يريد أن يفسد علاقته بالأول. فهو صحيح قد ينجح في مسعاه في الإفساد بين الأثنين، ولكن في المقام الأول الإمام الصادق عليه السلام يقول هو قاتل نفسه. وهل هناك إنسان عاقل يحب أن يقتل نفسه؟ وأخيرا، فإن لفداحة هذه الجريمة التي يمكن أن يرتكبها الإنسان، الله سبحانه وتعالى شدد العقاب بالنسبة إليه في الآخرة. يعني علاوة على الآثار السلبية الدنيوية، هناك أيضا عذاب أليم ينتظر مثل هذا الإنسان. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديثه لصاحبه أبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة، عذابه متواصل. أختم بهذا المقطع الرائع من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين عليه السلام. في هذا المقطع الإمام يتحدث عن طبيعة سلوك الإنسان المؤمن، كيف يجب أن يكون هذا الإنسان إنساناً ساعياً في الإصلاح ومتجنباً لأي موقع قد يجعله نماماً أو مشاءً في هذا الاتجاه. اللهم، يقول سلام الله عليه: اللهم وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين. كيف يكون هذا؟ حلية الصالحين، لباس الجميل الذي يتحلى به الصالحون، أو الزينة التي يتحلى بها الصالحون، وألبسني زينة المتقين. كيف؟ في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة. هو إطفائي، إطفاء النائرة وضم أهل الفرقة، الناس المختلفين يحاول يسعى أن يصلح بينهم، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارف الأمور الطيبة، الذكر الحسن للناس ينشرها، وستر العائبة، ولين العريكة، إنسان يؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وآله، وخفض الجناح، إنسان متواضع، وحسن السيرة، وسكون الريح، إنسان هادئ في شخصيته، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير،
والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.